أنه يقول لدي بعض العلم وأحضر بعض مجالس العلم، لكني أضعف عن تطبيق بعض ما تعلمته. عاب الله تعالى هذا بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قوله أفلا تعقلون يعني أفلا ترشدون وتستعملون عقولكم بنهي أنفسكم وكفها عن ما تنهون عنه غيركم. فإن الإنسان لا ينهى غيره عن شيء إلا ليقينه بأنه يضره، فإذا نهاه عن هذا الشيء الذي يتيقن ضرره فكيف يعرض نفسه للهلاك والضرر بمواقعة ما نهى عنه؟ ولهذا ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى فعل ما يأمر به من المعروف وترك ما ينهى عنه من المنكر، وليستعن بالله فإنه من يستعن بالله يعينه. لكن هذا لا يعني أن لا يأمر بالمعروف إلا من كان عاملا به، ولا ينهى عن المنكر إلا من كان منتهيا عنه، بل هذا فرض وذاك فرض، فالمنهي عنه يجب اجتنابه ويجب النهي عنه، والمأمور به يجب فعله ويجب العمل به والأمر بفعله. فإن ترك الواجب بعدم فعله وواقع وانتهك المحرم بمواقعته فلا يسوغ له أن يضيف إلى هذه السيئة سيئة أخرى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآية تعيب هذا المسلك لكنها لا تفيد أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والانتهاء عن المنكر، لأن هذا يضيف إلى الإساءة إساءة ويضيف إلى الخطأ خطأ والتقصير تقصير. وقد جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال أهل الإيمان: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، اللهم اجعلنا منهم. اللهم فأوصيك يا أخي الكريم بالاستعانة بالله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه واحتساب الأجر عند الله، وفعلك بالطاعات وفعلك للطاعات وتركك لها هو مما يعينك على الثبات على الحق وعلى القبول لما تأمر به والقبول لما تنهى عنه. فإن امتثال الإنسان لما يدعو إليه يكون من موجبات قبوله فيما يدعو ومن أسباب فتح قلوب الخلق له. فنسأل الله أن يفتح لنا وإياكم كل مغلق وأن يسر لنا كل عسير ويرزقنا القيام بحقه سرا وإعلانا. اللهم آمين.